بارك الله فيكم. هذا السائل أيضا يذكر مسألة أخرى، يقول يعمد بعض تجار اللبن الحليب إلى إضافة بعض الكيماويات بنسبة ضئيلة ليتأخر فساده، ويخفون هذا الفعل عن الناس ويكرهون إظهاره، فهل هذا من الغش المنهي عنه؟ إذا كان وضع الكيماويات الحليب لأجل مصلحته وحفظه، والعادة أن هذا يكتب على الغلاف، العادة أن هذا يبين على الغلاف ويكتب على الغلاف، فهو شيء معروف عند الشركات وعند المصانع، وشيء تفرضه أيضا الحكومات على عند الترخيص لهذه المصانع. وضع هذا الشيء لمصلحة الحليب وهو شيء مرخص فيه نظاما ويكتب على الغلاف، كن هذا ليس فيه خفاء. لكن لو أنه باعه على أنه حليب أصلي وليس فيه كيماوي وليس هو من المعلبات، هذا حرام عليه لأنه غش وتغرير بالمشتري. أما إذا باعه على أنه حليب مصنع ومعبأ فهذا شيء واضح لا حرج فيه. نعم. بارك الله فيكم. يعني إذا كان يبيعه على هيئة حليب طازج ويضع فيه ما يحفظه من دون أن يظهر للناس فهذا غش. هذا غش، نعم. أما إذا باعه على أنه حليب مصنع ومن إنتاج المصانع فلا بأس بذلك.